عرض للبرنامج رسائل بتسأل عن العيوب الخلقية اللي ممكن تصيب الأذن الخارجية. الحقيقة من أشهر العيوب الخلقية اللي ممكن تصيب الأذن الخارجية هي على الإطلاق الأذن الخفاشية. أيضا ممكن يكون في تغيرات بتحصل بالنسبة لصوان الأذن اللي هي المنطقة الخارجية اللي بتدي المنظر بتاع الأذن. فمثلا بنجد صوان الأذن كبير الحجم أو صغير الحجم. أول صوان الأذن ده المقصود بإيه؟ المنطقة الخارجية اللي تحدد منظر الأذن. فبنجد بعض الأحيان هذه المنطقة كبيرة الحجم بالنسبة للأذن الأخرى. طبيعي هذه تشوهات خلقية. أو صغيرة الحجم بالنسبة للأذن الأخرى أو حتى مخفية تماما. في بعض الأحيان بنجد صوان أذن زائد، بمعنى وجود صوان أذن أمام هذا الصوان. في حالات أخرى برضو نجد من ضمن التشوهات الخلقية وجود نصور أمام الأذن. إيه المقصود بالنصور بقى؟ فتحة تفتح على سطح الجلد ومغلقة من الداخل، ونقوم بإفراز مواد صليبية إلى الخارج أو مواد لزجة في بعض الأحيان. وتظهر أيضا، لا تظهر في الطفولة ولكن تظهر عند سن البلوغ. أيضا من ضمن التشوهات الخلقية اللي ممكن نجدها وجود الأذن المخفية أو الأذن الجيبية. المقصود بها يعني أذن جوه الأذن نفسها؟ الحقيقة علشان نتكلم عن الأذن المخفية أو الجيبية، فده بيحدث ان صوان الاذن بيتكون، توجد بداخله عضلتين ذاتيتين داخلتين. العضله الذاتيه المستعرضه والعضله الذاتيه المائله. فهناك نوعين للاذن المخفيه. الاذن المخفيه معناها ان الاذن لا تاخذ المنظر الطبيعي وتظهر كما لو كانت مدفونه تحت سطح الجلد. هناك نوعين. بالشكل الاذن العاديه بتاعتها. ليست بالاذن. النوع الاول، النوع الاول من هذه النوع هو وجود عيب خلقي في العضله المستعرضه. وهذا بتظهر ويظهر في صوان الأذن في الجزء العلوي، ويبدو كما لو كان صوان الأذن مدفونا تحت سطح الجلد. النوع الثاني هو وجود عيب خلقي في العضلة المائلة، وفي هذه الحالة يكون في الجزء السفلي من صوان الأذن، وأيضا بتظهر كما لو كانت الأذن منضغطة من المنتصف إلى أسفل. طب يمكن يا دكتور، أنا مش متخيل مع حضرتك يعني جراحيا بقى كيف يمكن التدخل في الأعضاء الدقيقة دي. يمكن هي بتتميز إنها صغيرة، ازاي بتقدروا من خلال المشرك ان كنتوا تعدلوا او تصححوا وضعها؟ تخيل مع بعض يعني. الحقيقه برضه كما هو واجد موجود. بالنسبه للاذن المخفيه بالذات، احنا ممكن قبل سن 6 شهور يتم علاج هذه الاذن دون التدخل الجراحي عن طريق تركيب جهاز بسيط في داخل الاذن، ويتم هذا الجهاز مشاهدته ومتابعته كل اسبوع، وبتدي نسبة نجاح تزيد عن 90% إذا لوحظت هذه الأذن وتم عرضها على أخصائي قبل مرور 6 شهور. إذا تأخرت إلى 2 سنين فهنا يتم التدخل الجراحي. التدخل الجراحي يتم عن طريق إن إحنا بنصلح العيب الخلقي أو التشوه الخلقي الموجود في عضلة من العضلتين المائلتين. إذا كان النوع الأول فيكون العيب الخلقي في العضلة المستعرضة يتم تصليحها. إذا كان النوع الثاني هيكون العيب الخلقي في العضلة المائلة أو يتم إصلاحها. ودي بتكون عمليات برضو كلما تم التدخل الجراحي المبكر كلما تم إصلاح بالنسبة للأذن. ودي بتبقى حاجات واضحة يعني، مش محتاجة إن الأم أو الأب تفوت عليهم يعني. يبقى العيب واضح. واضح ده الأذن الخارجية. طبعا بيكون واضح تماما. دلوقتي مع التقدم المذهل في الطب يوم بعد يوم، هل ممكن في المستقبل نصل لمرحلة إنه يتم تركيب أذن صناعية بالكامل؟ وتكون محل الاذن الطبيعيه في الشكل حتى وفي الوظائف. هو الحقيقه دلوقتي برضو عايز اقول لسيادتك ان في بعض العيوب الخلقيه بيكون الاذن بالكامل غير موجوده. وبيتم الحقيقه على عده مراحل تصنيع او خلق اذن طبيعيه من جلد الانسان. في بعض الحالات بنحتاج ان احنا ناخد جزء من عظام الصدر، وفي حالات اخرى بناخد عظام الاذن الاخرى. وبتتم الحقيقه على مراحل من 4 إلى 5 مراحل، وبتشبه الى حد كبير الاذن التي يتم تصنيعها طبيعيا الاذن الصناعيه، الاذن العاديه الاخرى. في حالات اخرى بناخد جزء صناعي من دلوقتي، نقدر ناخده ونقدر نركبه تحت الجلد، وسيادتك ما تقدرش تعرف الفرق تماما بين الاذن اللي بيبقى شكلها بالظبط هو مشابه تماما للاذن الطبيعيه. وكل ده ما بيكونش له تاثير على وظيفه الاذن نفسها بقى في بالنسبه للسمع. هو برضو من ضمن الحاجات ان احنا لو العيب الخلقي موجود في الاذن الخارجيه فقط، فهنا بيتم التدخل الجراحي بالنسبه للاذن اللي هي مختفيه تماما عند سن 5 سنين أو 6 سنين. انما اذا كان العيب الخلقي موجود في الاذن الخارجيه والاذن الوسطى ويؤثر على السمع، فبيتم التدخل الجراحي مبكر جدا قبل مرور
من 6 شهور الى سنة حتى لو اثر ذلك على سمع الطفل وبالتالي على تصرفه وحياته في المستقبل. فالحقيقة اختبارات السمع مهمة جدا من ناحية التدخل الجراحي بالنسبة للأذن الغير منبوذة.